حياكم الله إخواني وأخواتي مع تكملة لبرنامج دقيقة قدرات مع هذا السؤال من أسئلة الهندسة. بيقول هنا: معين طول أحد قطريه 12 سنتي وطول محيطه 40 سنتي، أوجد مساحته. أفضل استراتيجية لحل هذا السؤال هو رسم المسألة. أنا برسم كده معين القطر الأول 12. طبعا أنتوا عارفين من خصائص المعين القطران ينصف كل منهما الآخر، يبقى هنا 6 وهنا 6. هو بيقول المحيط 40، أنا أخذ الـ40 الآن وأقسمها على 4 أضلاع، لأن المعين جميع أضلاعه متطابقة. 40 قسمة 4 هيعطينا 10، اللي هو طول ضلع المعين. من خصائص المعين أن القطران متعامدان، يبقى هذا مثلث من مثلثات فيثاغورس المشهورة 6، وهذا الوتر 10، يبقى الضلع القائمة الثاني يكون 8. 6 8 10 من مثلثات فيثاغورس المشهورة. أصبح الآن نصف القطر الثاني اللي هو 8، وهنا 8، يبقى القطر الثاني يعطينا 16. طب كيف أجيب مساحة المعين؟ مساحة المعين اللي هي بتساوي نصف حاصل ضرب القطرين. يعني أقول نصف القطر الأول 12 والقطر الثاني طوله كامل هيكون 16. أعمل عملية تبسيط: نصف الـ 12 هيعطينا 6، أضرب 6 في 16، 6 في 6 ب 36، وفي اليد 3، 6 في 1 ب 6 و3 9، هيكون مساحة المعين 96 سنتيمتر مربع، وبكده أختار ج. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال المهم من أسئلة الهندسة. بيقول: إذا نقصت أبعاد مستطيل بنسبة 10%، فكم نسبة النقصان في المساحة؟ كمان أفضل استراتيجية لحل هذا السؤال هو رسم المسألة. أعتبر أن هذا هو المستطيل، ثم أفرض أعداد لأبعاد المستطيل. تعال نكتب هنا مثلا الطول 20 والعرض 10. أنا بفرض أرقام سهلة حتى أستطيع أجيب النقصان في الأبعاد. كلمة الأبعاد اللي هي معناها الطول والعرض. طبعا لو نقصت الأبعاد بنسبة 10%، يبقى هذه العشرة تنقص 10% هتكون 9. أذكركم باستراتيجية مهمة اسمها استراتيجية 10%. لو قلت أن الطول كامل اللي هو 100% هيعادل 10 سنتي، لو أخرت من هنا 0 ومن هنا 0، يبقى 10% تعادل 1 سنتي. يبقى إذا نقص هذا العرض بمقدار 10% هينقص 1، ويكون العرض الجديد 9. بنفس الطريقة 100% اللي هي بتساوي 20، لو شلت من هنا 0 وهنا 0، هذا يمثل 10%، يعني ينقص 2 يصبح 18. تعال نجيب المساحة القديمة أضرب الطول في العرض هيعطينا 200. أجيب المساحة الجديدة أضرب 9 في 8 ب 72، وفي اليد 7، 9 في 1 ب 9، 9 و 7 هيعطينا 16. المساحة القديمة كانت 200، أنقص منها ال 162 هيعطينا 38. هذا مقدار النقص في المساحة. طب لما اجيب نسبة النقصان هذه، اخد ال 38 واقسمها على المساحة الاصلية. المساحة الاصلية اللي هي 200، كل هذا ضرب 100، كده اجيب النسبة المئوية. اوخر صفرين من فوق مع صفرين من تحت واقسم 38 على 2، هيطلع الجواب 19. 19% نسبة النقصان في المساحة، وبكده اختار باء. ننتقل الى هذا السؤال السهل. يقول: في الشكل المجاور أوجد قيمة س. هو معطينا هنا مثلث جهة اليمين ومثلث جهة اليسار، وطالب مني الزاوية س. طبعا ممكن الآن أخذ المثلث اللي جهة اليمين وأكمل زواياه. هنا 40 و40 هيعطينا 80، ومجموع زوايا المثلث 180، يبقى باقي 100، يبقى الزاوية هذه 100 درجة. وانتوا عارفين ان هذه تعتبر زاوية خارجية لهذا المثلث اللي هو جهة اليسار، والزاوية الخارجية تساوي مجموع الداخليتين البعيدتين، يعني س زائد 40 هتساوي 100. إذا قيمة الس هتكون ب60، واختار د. نلتقي بعد قليل إن شاء الله مع تكملة لبرنامج دقيقة قدرات. شكرا والسلام عليكم.